اختباراتي أهمها أولا جودة المياه هي رقم واحد، تأخذ عينة كل يوم وتراقب كل يوم وتنشر كل يوم، النظافة المصطفى والزائر يتأكد أن شاطئ أبلولي هذه السنة هو شاطئ أبلولي السنة الماضية، هناك نظافة مستمرة تنبدأ من 6 الصباح حتى 6 العشية، بمعنى أن هناك عمالا يسهرون ويصغون ويستمعون، جميع المصالح حاضرة، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الصحة العمومية، الإنعاش الوطني، الجماعة بطبيعة الحال 24 ساعة على 24 ساعة من أجل أن نوفر الظروف الملائمة للزوار والمصطفى، معلم السباحة بعدد كافي يمكن للزائر أن يحكم فهو الحكم الفيصل. وهذا بالنسبة للأمن وتدخل السلطة المحلية. السلطة المحلية بطبيعة الحال 24 ساعة على 24 ساعة بطبيعة الحال، الدرك الملكي يؤمن من مخارج تيزنيت إلى أقلو ومن أقلو إلى أربعاء الساحل ومن شاطئ سيدي موسى إلى نقطة التفريغ في أفتاز، بمعنى أن الكل في خدمة المصطفى محليا وجهويا ووطنيا.